الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحينا على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وخلقنا بأخلاقه، وحققنا بحقائقه، ونورنا بأنواره، وأمدنا بمدده. اللهم إنا نتوسل به إليك، ونستشعب لديك أن تقبل أعمالنا وتحسن أحوالنا. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وبارك لنا فيما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين. أما بعد، نقرأ في كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين في فقه السادة الشافعية. بدأنا في الجلسة الماضية في أحكام صلاة الاستسقاء، أي طلب السقيا من الله تعالى، وصلاة الاستسقاء مسنونة، أي حكمها سنة، لمقيم ومسافر عند الحاجة، والحاجة من انقطاع غيث أو عين ماء أو نحو ذلك، وتعاد صلاة الاستسقاء ثانيا وأكثر من ذلك إن لم يسقوا حتى يسقيهم الله فيأمرهم ندبا الإمام، يعني الإمام يأمرهم على سبيل الندب بالنسبة لأمر الإمام، يسن للإمام أن يأمر، فإذا أمرهم الإمام صار واجبا بأمره، ونحوه، يعني الإمام ونحوه من نائبه أو شيء من هذا، بالتوبة. يبقى كل ده استعداد لصلاة الاستسقاء، يتوب الأول، يأمرهم بالتوبة اللي هي أسباب قبول الدعاء، بالتوبة، ويلزمهم امتثال أمره كما أفتى به النووي، يعني يجب عليهم التوبة وإن كانت هي واجبة أصلا بالشرع، إلا أنها تزداد وجوبا بأمر الإمام، وتجب على من تسن في حقه التوبة كطفل بلغ الحلم، أو حاج جاء من الحج فمغفور ذنبه، أو حديث إسلام، كل دول أصلا ليست عليهم ذنوب، فيبقى برضو التوبة في حقهم مسنونة، فتجب في حقهم بأمر الإمام. والتوبة من الذنب واجبة، أمر الإمام بها أو لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، فأمرنا بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمره كما قال أقيموا الصلاة، قال توبوا إلى الله، فنتوب إلى الله جميعا، فنسأل الله أن يتوب علينا لنتوب. يأمرون بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم للعباد، ومصالحة الأعداء، وصيام 3 أيام، كل ده استعداد قبل ما يخرجوا لصلاة الاستسقاء، عشان ساعتها يبقوا صالحين لقبول الدعاء. كنا وقفنا على كلام وصيام 3 أيام، فيقول في الحاشية: أي متوالية، صيام 3 أيام يعني متتالية، كما قيد به ابن الرفعة، ولو صامها عن نذر أو قضاء أو كفارة كفى. ممكن بأمر الإمام صوموا 3 أيام، يروح هو كان أصلا عليه نذر صيام 3 أيام، يحط دي مكان دي تمشي، كان عليه قضاء أيام عليه يجب أن هو يقضيها يصومها معاها تنفع، امرأة كانت عليها أيام من رمضان فتصومها إيه من القضاء اللي عليها تنفع، كل ده ينفع لحصول المقصود وهو الصوم والتقرب إلى الله. ويجب التبييت هنا، لأن ده صيام واجب، فالصيام الواجب يجب فيه النية تكون من الليل، لكن صيام السنة ممكن من بعد الفجر، لكن هنا ده صيام واجب بأمر الإمام، وجب بأمر الإمام، فيبقى يجب فيه التبييت، تبييت النية، كويس؟ فإن لم يبيت النية لا يجب عليه الإمساك. ليه؟ لأنه مش زي رمضان لحرمة الوقت، يعني افرض واحد في رمضان لم يبيت النية، عليه يمسك برضه وعليه الإعادة بعد رمضان، يمسك ليه؟ لحرمة الوقت، لكن هنا ما فيش رمضان فلا يوجد حرمة للوقت، فإن لم يبيت يبقى لا يجب عليه الإمساك، كويس؟
ويجب التبييت، فإن تركه أثم. أثم ليه؟ لأنه لم يلتزم بالوجوب الذي أوجبه عليه الإمام من الصيام والتقرب إلى الله. لأن الإمام إذا أمرك بأمر أمرك به الشرع صار هذا الأمر أوجب، إن كان سنة فصار بأمر الإمام واجب. كويس؟ فإن تركه أثم ولا يلزم الإمساك لأنه من خصائص رمضان، ولا يجب قضاؤه أيضا لأنه لسبب وقد زال. السبب هو الاستعداد لصلاة الاستسقاء، فإذا صلوا الاستسقاء لا يجب قضاؤه خلاص. ولو نوى نهارا وقع نفلا، لو نوى في النهار يعني بعد طلوع الفجر وقع نفلا مطلقا. طيب، ولو أمر الإمام أولياء الصبيان المطيقين للصوم أن يأمروهم به، فالمتجه الوجوب. يبقى الإمام لما بيأمر بشيء يصير واجبا. الناس لحد دلوقتي لما يجي العالم يقول كده يقول لك ده حاكم وعالم سلطة، عندهم حساسية في هذا العصر والعصور حتى القريبة السابقة. أول ما يجي الحاكم العالم الدين يقول إن الإمام إذا أمر بشيء لا ينهى عنه الشرع فصار هذا الشيء واجبا في حق الناس، يسمعوا الكلام يقول لك شوف ده حاكم سلطة. طب والإمام البيجوري كان حاكم سلطة؟ الإمام البيجوري من 250 سنة هو قايل الكلام ده قبل ما يتولد الدكتور علي جمعة مثلا. وعلشان كده بيقول لك إيه؟ ولا يجب قضاؤه لسبب. هنا لو ايه؟ ولو امر الامام اولياء الصبيان المطيقين للصوم ان يامروهم به، فالمتجه الوجوب. ولا يجوز الفطر فيه للمسافر عند العلامه الرملي. يعني هل يجوز الفطر في الايام دي اللي امر بها الامام للمسافر قياسا على رمضان؟ الامام الرملي بيقول لك لا، لا يجوز المسافر يصوم كمان الا اذا تضرر به، لانه لا يقضى في رمضان. احنا قلنا هيفطر المسافر هيعرف يقضيها، لكن دي لا قضاء فيها، فيبقى يصومها لو لم يتضرر، فان تضرر يفطر ولا قضاء عليه. كويس؟ وخالف ابن حجر الهيتمي، مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر في كتب الفقه هو ابن حجر الهيتمي. وخالف ابن حجر في ذلك، يعني قال للمسافر له ان يفطر قياسا على رمضان مطلقا سواء تضرر او لم يتضرر. ده ابن حجر الهيثم. احنا بنرجح كلام الرملي على ابن حجر، لما بيختلف الراجح والمعتمد بيبقى غالبا كلام الرملي. ولو امرهم الامام بالصوم فسقوا قبله، افرض امرهم بالصوم فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم المطر واتحلت الاشكال، سقوا قبلهم او في اثنائه او سقوا اثناء ما هم صايمين، لزمهم الشروع فيه في الأولى، يلزمهم الشروع فيه دون الإكمال. لو سقوا قبله يلزمهم الشروع دون الإتمام، وإتمامه في الثانية، فإذا سقوا في أثنائه يتم للمغرب بقى، لأنه ربما كان سببا للمزيد، لأن يتم من باب الشكر والشكر سبب للمزيد. طيب، بعد ما يأمرهم بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم وصيام 3 أيام يخرجوا بقى لصلاة ايه؟ الاستسقاء. ثم يخرج بهم. أيوة. لا لا، ده هم عملوا كده من أيام الصحابة ومن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهم بهذا. فاش اجتهاد دي كلها فيها أدلة. أمال يعني هيقول لك هيألفوها يعني الشافعية؟ لا لا، تفتكرش. ثم يخرج بهم، ثم يخرج بهم أي معهم. فإذا خرجوا في اليوم الرابع اللي هو بعد ما يكونوا خلصوا 3 أيام صيام، يبقى اليوم الرابع يخرجوا بقى، صاحبهم الإمام أو نائبه في الخروج إلى الصحراء حيث لا عذر. احنا قلنا بيصلوا في الصحراء بعيد خارج المدينة. كويس؟ غير متطيبين ولا متزينين، خلافا للعيد. في العيد بيخرجوا متطيبين متزينين، لكن في صلاة الاستسقاء بيخرجوا مفتقرين إلى الله. فلا في زينة ولا طيب ولا بتاع، ده مسألة حزن، ده مجاعة، ده الناس مش لاقية تاكل، الناس مش لاقية تشرب. يبقى ما فيش وقت بقى تزين ولا، وهتقول له يغتسل يغتسل ولاقي مية، يبقى يخرج على طول. خدت بالك؟
غير متطيبين ولا متزينين، فلا يسن تطيب ولا تزين، بل يكون أشعث أغبر لأنه أقرب للإجابة. يبقى كلما ظهر عليك الافتقار في الظاهر وفي الباطن كلما كنت أقرب إلى الإجابة، لأن ده يعني تحقق بالعبودية، والعبودية فيها الذل والافتقار والاحتياج. فربك سبحانه وتعالى حنان كريم، لما يراك في هذه الصورة يحن عليك ويكرمك ويعطيك. انت نفسك تصور كده ليك ابن ولا اخ ولا صديق جاي لك كده متذلل ويطلب منك حاجة، هتديها له، هتديها له قبل ما يطلبها، وانت بني ادم يعني عندك نوع من النخوة، فما بالك رب العالمين، يبقى باب اولى يعطي. بل يخرجون في ثياب بذلة، ويلبسوا كمان الثياب بتاعتهم القديمة، ثياب الشغل بتاعتهم، العمال يخرجوا بالأوفرول بتاعهم، والفلاحين يخرجوا باللبس اللي بيروحوا يزرعوا بيه الأرض، كلهم يخرجوا بثياب المهنة بتاعتهم. بل يخرجون في ثياب بذلة، أي ثياب مبتذلة، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وحكمة ذلك أنها تشعر بالمسكنة والفاقة والطلب والاستعطاف، وذلك أقرب إلى الإجابة. ويذهبون من طريق ويرجعون من طريق آخر، يذهبون مشاة، إن لم يتضرروا فالأفضل يروحوا مشاة، لأن المشي برضو في نوع من الافتقار. ويذهبون من طريق ويرجعون من طريق آخر مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم، لا حفاة ولا مكشوفين الرأس الرؤوس، فإن ذلك مكروه كما يؤخذ من شرح الرملي، خلافا للزيادي. الزيادي قال في شرحه يخرج مكشوف الرأس وحافيين، الإمام الرملي قال لا. وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب، يبقى المشي أفضل في الذهاب، وفي الرجوع الركوب والإيه والمشي سواء. في ثياب بذلة من ثياب المهنة، أي الثياب الممتهنة، ثياب المهنة بفتح الميم وكسرها، المهنة ينفع برضه لكن المشهور الفتح. من ثياب المهنة، أي الثياب الممتهنة وإن كانت نظيفة، والمهنة بفتح الميم وحكي كسرها يعني الخدمة. قوله واستكانة، يعني يخرجوا في ثياب بذلة في حالة استكانة، أي خشوع، عطف على ثياب بذلة. وكذلك قوله وتضرع، قوله ويخرجون معهم ويخرجون معهم الصبيان لأنهم لا ذنب عليهم، ذكورا كانوا أو إناثا، يبقى كأنهم بيتوسلوا بالإيه بالأطفال دول، الغلابة دول يمكن ربنا يسيهم عشان، وياخدوا معهم كمان الشيوخ والبهائم، حتى البهائم الغلابة دول، لأن البهائم نفسها زعلت من ابن آدم لأن هي جاعت بسبب ذنوبه، فبيخرج البهائم معاه. يبقى بياخد معاه الصبيان لأنهم لا ذنب عليهم ذكورا كانوا أو إناثا ولو غير مميزين. طب وأجرة خروجهم في مالهم، إن كانوا أغنياء الأطفال دول يخرجوا من مالهم، إذا كان في تكاليف لأجرة خروجهم، هيركبهم شيء، سيارة، يركبهم أي شيء. عند العلامة الرملي، وفي مال من عليه نفقتهم عند العلامة ابن حجر. وقال ابن قاسم إن كان الاستسقاء لهم يعني من أجل الصبيان فهي من مالهم، وإن كان لغيرهم للكبار فهي على أوليائهم. ويصح أن يكون هذا جمعا بين القولين. وقول والشيوخ والعجائز، يأخذ الصبيان والشيوخ والعجائز، أي لأن دعاهم أقرب إلى الإجابة، تملي الشيوخ والعجائز دعاهم أقرب إلى الإجابة لأنهم أكثر افتقارا إلى الله وأكثر عبادة وأكثر نضجا وفهما للحياة، لأن دعاهم أقرب إلى الإجابة فإنهم أرق قلوبا من غيرهم. وقوله والبهائم جمع بهيمة من البهم وهو عدم النطق، ومن أبهم الشيء يعني إيه يعني لم يفصحه، شيء مبهم يعني غير واضح، البهائم جاية من كده لأنها لا تتكلم وهو عدم النطق. ويفرقون بينها وبين أولادها، ويجي في البهائم كمان يخلي ولادها بعيدة عنها عشان كل ده ينعر وده يمأمأ وده الدنيا تتقلب، كل ده علشان كأن المأمأ وده دعاء منهم إلى الله إن ربنا يسقي. ليكثر الصياح والضجيج. وفي الحديث لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع
لصب عليكم العذاب صبا. وقد نظم بعضهم معنى الحديث فقال: لولا شيوخ للإله ركعوا، وصبية من اليتامى ردعوا، ومهملات في الفلات رتعوا، صب عليكم العذاب الأوجع. عملوها شعر يعني. والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر، وقيل من العبادة. ادي معنى ايه ركع، الذين انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ علشان ما حدش يفتكر ان هو يعني بيمن القوي يمن على الضعيف، ان هو يعني بيقوم بحاجته وينفق عليه. ابدا، ما يمكن بترزق عشانه، لا يمكن بتنصر من اجله، فيبقى ما حدش يمن على حد، لان ربنا هو اللي بيرزق وربنا هو اللي بييسر الامور. فلا القوي يعاير الضعيف بضعفه ويقول ان انا بقوم بحقك، ولا الضعيف يعاير القوي ويقول له ده انا لولا دعاء انا ما كنتش انت كسبت. لا، كله يبقى مفتقر او يسكت ويسكت. وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ ولا يأمر اهل الذمه بالخروج. لو كان في اهل ذمه يعني غير مسلمين، مواطنين غير مسلمين، الوقت احنا نسميهم مواطنين غير مسلمين، ما بقاش في اهل ذمه ولا دين، واخد بالك، بقت في مواطنه. يبقى المواطنه اللي عصر بتاعنا ده يبقى ما يامرش المسيحيين اللي هم عايشين معانا، او اليهود اذا كانوا عايشين معانا مواطنين مصريين لهم كافه الحقوق وعليهم كافه الواجبات، نظام المواطنه لا باس، ما يجراش حاجه، لا يمنعه الاسلام هذا النظام، وان كان حديث الا ان الاسلام لا يمنعه، لا باس. بس الامام في صلاه الاستسقاء ما يامرش الجماعه دول يخرجوا، لاحسن نتنحس بيه، احنا عايزين الوقت القبول، فما يأمرش بقى ايه انهم يخرجوا. ولا يأمر اهل الذمة بالخروج لانهم ربما كانوا سببا للقحط، ولا يمنعهم منه، لو ارادوا يخرجوا ما يمنعهمش، لانهم مسترزقون وفضل الله واسع، ما هو ربنا سبحانه وتعالى برضه بيرزقهم، ما هم عباده برضه، يعني لو حبوا يخرجوا اهلا وسهلا، ما حبوش ما نأمرهمش، كويس، براحتهم. فإذا خرجوا طيب، حبوا يخرجوا، لا يختلطوا مع المسلمين، يبقى هم ليهم صف واحنا لينا صف، هم يمشوا من شارع واحنا من شارع، احنا رايحين نصلي صلاة معينة، هم هيروحوا يقفوا كده يدعوا بقى ولا يعملوا ولا يتفرجوا علينا أي حاجة بقى، يبقوا يمشوا من شارع آخر. فإذا خرجوا لا يختلطون بنا من حين الخروج إلى العود، بل ينحزون عنا كالبهائم، يعني يبقوا ماشيين في إيه؟ في جهة تانية. فإن اختلطوا بنا كره، وهذا صريح في أنهم يخرجون في يومنا لا في غير، لأن الله قد يجيبهم استدراجا فتعتقد العامة حسن طريقتهم. وحصل على فكرة في مصر أيام في جفاف من الجفافات، وذكرها الجبرتي، خرج المسلمين يوم يصلوا في مسجد عمرو بن العاص عشان النيل، حصل فيه قحط شديد أيام المماليك والحاجات دي بسبب ظلم الحكام، كان تملي النيل حساس لظلم الحكام أوي، بس لما يحصل ظلم شديد يحصل جفاف والمطر يقل والفيضان يقل وكده. فمرة حصلت الحكاية دي وذكرها أظن الجبرتي، وبعدين خرج المسلمين والمشايخ يصلوا في مسجد عمرو بن العاص، أول يوم لم يسقط، تاني يوم لم يسقط، صلوا برضو قعدوه، ثالث يوم خرج معاهم النصارى فسقوا، فنصارى مصر قالوا شوفوا سقيتوا من أجل خروجنا معكم، فهم؟ فبيقولوا كده يعني سأل. فممكن ايه يعني العوام يعني يفتنوا في مثل هذه الامور، يعني ربما، علشان كده ايه يعني كره بعض العلماء حكايه انك انت تامرهم للخروج، لانهم قد يجيبهم استدراجا فتعتقد العامه حسن طريقتهم. والذي في شرح الرملي انهم لا يخرجون معنا لما فيه من المساواه والمضاهاه، بل يخرجون في يوم اخر لا يقال في خروجهم وحدهم مظنة مفسدة، وهي مصادفة الإجابة، فيظن ضعفاء المسلمين بهم خيرا، لأن نقول في خروجهم معنا مفسدة محققة، وفي خروجهم في يوم آخر مفسدة متوهمة. قال ابن قاضي شهبة: وفيه نظر، الراجح أنهم لو حبوا يخرجوا يخرجوا في نعانا في نفس اليوم، واخد بالك. وحكي أن نبيا من الأنبياء، دي بقى إيه نوادر يحب يحكيها لك كل شوية الإمام البيجوري الشيخ البيجوري كده عشان يعني يخرجك من ملل القراءة أو الفهم أو شيء من هذا، يحكي لك كل شوية كده حاجات إيه من اللطائف.
وحكي أن نبيا من الأنبياء خرج يستسقي لقومه فإذا هو بنملة رفعت بعض قوائمها إلى السماء، فقال لهم ارجعوا فقد استجيب لكم من شأن هذه النملة بسبب النملة دي. وفي البيان أن هذا النبي هو سيدنا سليمان عليه السلام، وأن هذه النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا فأهلكنا. وروي أيضا أنها قالت اللهم إن خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. دي كلها إيه من اللطائف يعني. قوله خرجوا بقى وراحوا للمكان يعمل إيه الإمام بيهم؟ يصلي بهم ركعتين، يصلي بهم ركعتين الإمام أو نائبه. ومثله مثل الإمام ذو الشوكة المطاع في البلاد التي لا إمام فيها، زعيم القبيلة، عمدة البلد، أي حد، الإمام اللي هو الرجل اللي هم متخذينه كبيرهم في المكان ده، هو ده اللي إيه يأمهم ويصلي بيهم ويمشوا وراه ويدعي لهم وكل حاجة ويسمعوا كلامه ويأتمروا بأمره حتى تنتظم الحياة. قوله ركعتين يبقى هيصلي بهم ايه الامام؟ ركعتين اي بنية صلاة الاستسقاء، ولا تجوز الزيادة عليهما، يعني ما يزودش عن ركعتين، خلافا لابن حجر وما نقل عن الرملي من ان له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله بعضهم، يعني ضرب عليه يعني شطبه بعد ما قال الامام الرملي في شروحه وله الزيادة، راح شطبها حتة له الزيادة دي، ادي معنى ضرب عليه كما قاله بعضهم. فالمعتمد المعول عليه انه لا تجوز الزياده عليهما، يبقى لا تجوز الزياده على الركعتين. وان وقع في ذلك ارتباك، ارتباك يعني في بعض الكتب بين بعض العلماء، بعضهم قال تجوز الزياده وبعضهم قال لا تجوز وحصل ارتباك، فالمعتمد انها لا تجوز الزياده. هيصلي الركعتين دول زي ايه؟ زي صلاه العيدين، زي صلاه العيدين بالظبط. كصلاه العيدين، اي الا في النيه طبعا. لأن العيدين أنت بتنوي نوية صلاة سنة ركعت صلاة العيد. هنا هتقول نوية صلاة ركعتي سنة الاستسقاء. يبقى النية هتختلف، لكن الكيفية واحدة. يعني فيها التكبيرات الزائدة زي في العيد بالظبط. سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة الرفع. يبقى زي صلاة العيدين من حيث التكبيرات والزيادات. أي إلا في النية والوقت. طبعا مش هيصليها في وقت صلاة العيد، ده هيصليها في وقت طلب الإمام الخروج عند الجفاف. قد تكون بالليل، تقدم النهار، قد تكون بين الظهر والعصر، في أي وقت بقى، لكن صلاة العيدين ليها وقت معين اللي هو من شروق الشمس إلى إيه استواء الشمس في السماء، يعني قبل الظهر بثلث ساعة. اللي هو وقت الضحى يعني، وقت صلاة العيد في وقت الضحى. إنما صلاة الاستسقاء ملهاش وقت محدد. فينوي بهما صلاة الاستسقاء. ينوي بالركعتين دول صلاة الاستسقاء، ينوي صلاة الاستسقاء كما مر. ولا تتقيد بوقت لأنها ذات سبب، هي متقيدة بحدوث الجفاف، لكن لا تتقيد بوقت، ليلية نهارية ما تفرقش معاها، فدارت مع سببها. وقوله في كيفيتها، في كيفيتهما شمل جميع ما يستحب في صلاة العيدين، من كون كل تكبيرة في نفس، كل تكبيرة يقولها في نفس واحد، مش يقول الله وأكبر يعملها نفسين، لا، الله أكبر نفس واحد كده، واخد بالك؟ من كون كل تكبيرة في نفس وفصله بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة. يبقى إيه برضه يفصل بين كل تكبيرتين في السبعة بقدر آية معتدلة، والأفضل إنه طبعا يقول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زي ما قلنا في صلاة اليدين. وفصله بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة، ومن الذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات، يعني أولى الذكر بين التكبيرات الباقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكون القراءة جهرا برضه، صلاها نهاري الاستسقاء جهرا، صلاها ليلي الاستسقاء جهرا، بخلاف صلاة كسوف الشمس النهارية، كسوف الشمس بيبقى في النهار عندنا تبقى سرا، وخسوف القمر بيبقى بالليل تبقى جهرا، وإن كان الحنابلة عندهم الكسوف والخسوف جهرية سواء نهارية أو ليلية، لكن عند الشافعية كل الصلوات النهارية سرية إلا صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء.
صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء بس، هم دي الصلاة النهارية الجهرية عند الشافعي. فلو صليت الضحى جماعة مثلا يجوز، والأفضل الانفراد فيها، لكن لو صليتها جماعة يجوز، فتبقى سرية، صليها سرية. كل ما لا يشرع فيه الجماعة يجوز فيه الجماعة، قاعدة كده. وكل ما شرع فيه الجماعة يجوز فيه الانفراد، دي قاعدة في الصلاة تحفظها كده سهل. كل ما لا يشرع فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة، يعني كل صلاة لم يشرع فيها الجماعة تجوز أن تؤدى جماعة، وكل ما شرع فيه الجماعة كالتراويح مثلا صلاة العيدين يجوز فيه الانفراد، يجوز تصليها منفرد. كويس؟ يبقى ما لا يشرع فيه الجماعة زي سنة الضحى لم يشرع فيها الجماعة تجوز فيها الجماعة، زي سنة مثلا تحية المسجد، ممكن اتنين داخلين مع بعض يصلوا تحية المسجد يصلوا جماعة، ممكن الأفضل الانفراد الأفضل، لكن لو حبوا يصلوا جماعة يصلوا جماعة. افرض واحد حديث عهد بإسلام لسه مش حافظ الفاتحة وأنت بتعلمه، تقوم أما تخش الجامع تقول له صلي ورايا تحية المسجد، تعلم وتعرف إن كده يجوز، واخد بالك؟ فتحتاج مثل هذه الأحكام في في أحوال معينة. أيوه يا سيدي. أيوه طبعا. لا لو صليتها بعد طلوع الشمس لا تجهر فيها عند الشافعي، لا تجهر بيها عند الشافعي طالما طلعت الشمس. كويس؟ ولو هتقضي صلاة العشاء بعد طلوع الشمس صليها سرية، ولو هتقضي صلاة الظهر بعد غروب الشمس تجهر في الركعتين الأولين، لأن العبرة بوقت الصلاة لا بنوع الصلاة. فهمتني؟ يعني لو انت هتقضي صلاة قيام الليل وقت الضحى، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من فاته حزبه من الليل فليصليه بين الصبح والظهر فليقع كأنما صلاه في الليل، مش كده برضو؟ طيب انت بقى متعود راجل تصلي صلاة قيام الليل كل يوم وليك نظامك كده حلو، بتصلي قيام الليل بتجهر لأن دي صلاة ليلية. طيب انت هتقضيها بقى وقت الضحى لأن فاتت عليك راحت عليك نومة، تقوم تقضيها سرية لأنها في النهار. كويس؟ نفس القصة. اه بس له ان يجهر برضه، انت لو هتصلي منفرد العشاء بتجهر في الركعتين الاولين، مش كده برضه؟ ويسمع من بجواره. اه طبعا اللي يجوز ده يستحب لان هو اصلا يجهر في الركعتين الاولين، لكن يسمع نفسه دي في الصلاه السريه. الصلاه السريه دي يسمع فيها نفسه، ما يقفش كده قافل بقه ويجري القراءة على قلبه، ده يبقى ما قراش، لأن لا يسمى قراءة إلا إذا حرك لساني وشفتي وأسمع نفسه. والرسول يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يقرأ والقراءة في لغة العرب أن يحرك شفتيه ولسانه ويسمع نفسه، واخد بالك؟ فيبقى لازم كده، مش يجريها على قلبي زي ما بعض الناس اللي مش متعلمين الفقه يبقى جاي من شغله تعبان يقول الله أكبر ويقرا الفاتحه في قلبه. شفت انا ناس كده، اجي اقول له يا عم اقراها يا عم الله ارجوك ارجوك، ما يرضاش يقول لي لا انا طول عمري كده يا عم والله فقه يا سيدي ربنا ادرى. الناس ما يعني على طول جدال وخلاص، مش ياخد منك المعلومه ويريحك، هبقى عايز ابوس ايده ورجله عشان يسمع، مش عايز. قلت تشتغل ايه؟ اقول له دكتور. دكتور كمان وعامل لي مش عارف ده. حاضر حاضر يا عم. كتير والله شفت ناس كده، فغلط. لازم اما تيجي تقرا على الاقل، على الاقل تعبان اقرا الفاتحه وتجري على قلبك السوره، لان السوره سنه، بس الفاتحه، الفاتحه عشان خاطري 7 ايات عشان تصح الصلاه، وبعد الفاتحه ممكن تجري بقى السوره على قلبك لو كنت انت مرهق مثلا ولا حاجه، ما يجراش حاجه. يبقى وأولى الباقيات الصالحات، وكون القراءة جهرا وكونه يقرأ في الأولى قاف أو سبح، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية اقتربت اللي هي سورة القمر، أو هل أتاك حديث الغاشية، قياسا لا نصا، قياسا على صلاة العيد لا نصا، يعني مفيش نص إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده يعني وأمر بإن صلاة العيد تبقى صلاة الاستسقاء كده، لكن قاسوه على صلاة العيد وعلى صلاة الجمعة لأن الحديث الوارد بذلك ضعيف،
فاقتصار الشارح في بيانه غير مناسب. قوله من الافتتاح والتعوذ والتكبير، يعني بيقول لك كصلاة العيدين من الافتتاح والتعوذ والتكبير، معروف ان التكبير قبل التعوذ، بس الواو هنا لمطلق الجمع لا للترتيب، للعطف بس. بيان للكيفية، ولا يخفى ان التكبير قبل التعوذ وان قدمه الشارح عليه، لكن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا غيره، وقد علمت ما في هذا البيان من القصور. قوله سبعا في الركعة الاولى، يكبر سبع تكبيرات في الركعة الاولى أي سوى تكبيرة الإحرام. وقوله وخمسا في الركعة الثانية أي سوى تكبيرة القيام. قوله برفع يديه، ويرفع يديه مع كل تكبير، أي مع رفع يديه حذو منكبيه كما مر. ساعات يجي يعني أحاديث يقول لك حذو منكبيه، وساعات يقول لك عند شحمة الأذن، مفيش تناقض. حذو منكبيه يعني كف الإيد، وعند شحمة الأذن أطراف الأصابع. يبقى اللي قالك عند شحمة الأذن بيتكلم على أطراف الأصابع، واللي بيتكلم حذو منكبيه بيتكلم على كف اليد. فسهل يعني، مفيش تناقض يعني. ثم يخطب ندبا، يعني على سبيل الاستحباب يعني، مش يقعد يندب يعني. ندبا جاي من المندوب، ها؟ مش جاي من الندابة، ها؟ لحسن أنت تقول بقى أصل دي صلاة استسقاء والناس مش لاقية تشرب والتعبان يقعد يولول. واخد بالك؟ تفتكرها ندبا يعني يندب يعني؟ لا، ندبا يعني من المندوب، يعني مستحب، يعني الخطبة مستحبة مش واجبة، ادي معنى انها مستحب. ثم يخطب ندبا الى اخره. في تعبيره بثم اشارة الى تأخير الخطبتين، اما اقول ثم يخطب يبقى معناها هيأخر الخطبتين، وان كان في الاستسقاء يجوز تقديم الخطبتين على ايه؟ على الركعتين، خلافا لصلاة العيد لا يجوز. واخد بالك؟ لكن في صلاة الاستسقاء يجوز تقديم الخطبتين على الركعتين، لكن الأفضل يأخرهم على الركعتين، الأفضل. في صلاة العيد ما ينفعش أصلا يخطب الأول، لو خطب الأول وصلى يخطب تاني، ويبقى الخطبة الأولانية اللي خطبها دي وعظ، درس، أي حاجة، لكن ما تبقاش خطبة العيد، خدت بالك؟ وسيصرح بذلك تأكيدا لقوله بعدهما. ويجوز هنا تقديمهما، ويجوز هنا تقديمهما على الصلاة. يجوز هنا يعني في الاستسقاء يعني تقديمهما على الصلاة. قول خطبتين فلا يكفي خطبة واحدة، كما في العيد لا يكفي خطبة واحدة برضه. وقولك خطبتي العيدين في الأركان وغيرها، أي إلا في جواز تقديمهم هنا على الصلاة بخلاف خطبتي العيد. لكن في خطبة العيد بيكبر في الأول تسع تكبيرات، مش كده برضه؟ وبعدين يشرع في الخطبة. هنا بقى في خطبة صلاة الاستسقاء يستغفر بقى، يحل محل التكبير الاستغفار، لكن يستغفر الله، استدراك على قولك خطبتي العيدين. ويسنى أن يكثر من دعاء الكرب، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهو في الحقيقة ثناء، وإنما سمي دعاء لأنه تقدمة للدعاء، سمي دعاء ليه؟ لأنه تقدمة للدعاء الذي بعده، أو لأنه يتضمن الدعاء. يعني أنت ما تقول رب العرش الكريم يعني كرمنا، رب العرش العظيم يعني ارفع خسيسة حالنا وعظم شأننا بين الناس، يبقى كأنك برضو بتدعوه بصفاته يعني، فداخل فيها، يبقى الثناء داخل فيه الدعاء. في الخطبتين يستغفر الله في الخطبتين بخلاف التكبير في الصلاة فلا يستغفر بدل، يبقى الصلاة تكبير ما يستغفرش بدل، لكن في الخطبتين يستبدل التكبير بالاستغفار. واضح؟ في صلاة الاستسقاء بدل ما يكبر في خطبة العيد يقول الله أكبر، يقول أستغفر الله 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 أستغفر الله، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ثم يشرع في الخطبة. كويس؟ ويصلي على النبي ويشرع في الخطبة. إنما في خطبة العيد بيقف يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يشرع في الخطبة. كويس؟ يستغفر بأي صيغة بقى، مش شرط يستغفر الله بس، ممكن إيه يختار أي صيغة، وممكن يغير الصيغة. مرة يقول أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، يعني بدل، كلها صيغ يجوز، كل ده جائز. المهم إيه؟ أي صيغ من صيغ الاستغفار، ولا يلتزم حتى بصيغة واحدة في التسعة، ممكن يغير في نفس إيه؟ الصيغة، لأن صيغ الاستغفار كثير. فيفتتح الخطبة الأولى بالاستغفار تسعا، أي كما أنه يفتتح الخطبة الأولى في العيد بالتكبير تسعا، وقول والخطبة الثانية سبعا، أي كما أنه يفتتح الخطبة الثانية في العيد بالتكبير سبعا. وصيغة الاستغفار أي الكاملة، ولو اقتصر على أستغفر الله كفى، وإنما اختار الشارح هذه الصيغة لما ورد أن من قالها غفر له وإن كان قد فر من الزحف، انتهى ميداني. قول أستغفر الله أي أطلب منه المغفرة، فالسين والتاء للطلب، وقوله أستغفر الله العظيم، العظيم صفة أولى للفظ الشريف، وقوله الذي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الذي صفة ثانية، وقول لا إله إلا هو صلة للذي، صلة للذي للاسم الموصول، وقول الحي القيوم، الحي أي ذا الحياة القديمة صفة ثالثة، يبقى الصفة ممكن تتعدد ما يدرش حاجة، صفة ثالثة لللفظ الشريف لله برضه، ما تقولش بقى انها صفة للعظيم او صفة لللفظ اللي قبلها، لا، يبقى كل الصفات دي متعددة لإيه؟ لللفظ الشريف. وقول القيوم أي القائم بتدبير عباده صفة رابعة، زي بسم الله الرحمن الرحيم، مش كده برضه؟ الرحمن الرحيم دي صفات للفظ الجلال. قوله وأتوب إليه، يبقى استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أي أرجع إلى طاعته عن معصيته. ويسنى أن يقول توبة عبد ظالم لنفسه، توبة عبد ظالم لنفسه، لا يملك ضرا ولا نفعا. أيوه أنا عندي كده، توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. يعني حط لنفسي بعد ظالم. قول وتكون الخطبتان بعدهما، يعني بعد كده بقى بعد الاستغفار ده يبدأ في الخطبتين. تصريح بما علم من التعبير بثم من تأخير الخطبتين عن الصلاة، وقد علمت أنه يجوز هنا تقديمهما على الصلاة وإن كان خلاف الأفضل، أي الركعتين، يعني بعدهما أي الركعتين، بعد الركعتين، يعني بيبين لك الضمير في هما دول يعود على إيه؟ عن ركعتين. ويحول الخطيب رداءه أي ندبا تفاؤلا بتحول الحال من الشدة إلى الرخاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وأراد بالتحويل ما يشمل التنكيس بدليل تفسيره المذكور، فيجعله يمينه يساره، يمسك كده الثوب بتاعه أو العباءة أو الشال اللي كان لابسه اللي هو الطيلسان، ويروح لفه ويخلي يمينه شماله وشماله يمينه، أو يخلي فوقه تحته وتحته فوق، واخد بالك، من باب تحويل الحال، يعني من باب الفأل الحسن. لا، ما علشان كده يبقى هيلبسه على ظهره، يلبسه على ظهره، يا اما تعمل لك عباية تتلبس على الوشين، لكن كده يبقى هيلبسها على ظهره، مش كده برضه؟ سهل، في عبايات بتتلبس على الوشين وفي عباية بوش واحد، نعوذ بالله من الوجهين، خلينا بوجه واحد. فهو عايز يعني كده، يعني ايه؟ يلبسها بالعكس، بالعكس، كأنه هيلبسها على ظهره بس، ما انت ما تخلي منها شمالها تبقى ايه؟ هتبقى على ظهره.
فيجعل يمينه يساره، أي وبالعكس، تفسير للتحويل. وقوله وأعلى أسفله، أي وبالعكس، تفسير للتنكيس. ويحصلان معا بفعل واحد بأن يمسك بيده اليمين. طبعا التفسيرات دي كلها تفسير فقهاء، يعني بيحاول يفسر لك طريقة سهلة يعني تعملها. يمسك بيده اليمين طرف ردائه الأسفل من جهة يساره، ويجعله على عاتقه الأيمن، وبالعكس. ومحل التحويل بعد استقباله القبلة، فإنه يسن له أن يستقبل القبلة بعد مضي ثلث الخطبة الثانية، ويكره ترك التحويل. يبقى هو هيخطب الخطبة الأولانية ويخطب الخطبة الثانية وهو لسه بثيابه عادي. بعد ما يخلص تلك الخطبة الثانية يتوجه للقبلة ويحول الرداء ويبدأ في الدعاء. كويس؟ فهمت بقى؟ ويحول الناس كمان المأمومين أرديتهم وهم جلوس، ما عدا النساء بقى، تعمل ليش مشاكل. قال يبقى النساء مش هتحول أرديتهم مخافة ظهور العورة، لكن الرجال المأمومين يحولوا أرديتهم. كويس؟ ويحول الناس، أي وقت تحويل الخطيب. وقد عرفت أن المراد بالتحويل ما يشمل التنكيس، والمراد بالناس الذكور والواضحون، يعني مش الخناثة. فلا تحول النساء ولا الخناثة لئلا تنكشف عوراتهن، ويحولون وهم جلوس. يبقى الناس المأمومين دول قاعدين بيسمعوا الخطبة، يحولوا هم جلوس، مش يقفوا وهم قاعدين كده يحولوا. قوله مثل تحويل الخطيب اللي هو الإمام يعني، أي فيجعلون يمين أرضيتهم يسارها وبالعكس، وأعلاها أسفلها وبالعكس. قوله ويكثر من الدعاء، وليكن من دعائه: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك. ما فيش دعاء طبعا معين يحفظه، يدعي زي ما هو عايز. صحيح وارد عن النبي بعض الأدعية لا بأس لو حفظها، لكن ما فيش دعاء معين يلتزم به. أي دعاء يقول، لو حافظ دعاء النبي يقول ويزود عليه، ما يجراش حاجة. وليكن من دعائي: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء، يرفع ايده ويجعل ظهر ايده للسماء، لان تمام لما تطلب دفع شيء تخلي ظهر ايدك للسماء، كان يفعل النبي هكذا، ولما تطلب تحصيل شيء تخلي ظهر كف ايدك للسماء، تملي العاده كده يعني. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، واخد بالك ازاي؟ تروح عامل ايدك كده في اثناء الدعاء القنوت في صلاه الصبح. ليه؟ لانك بتطلب دفع شيء. لما تطلب مثلا ايه، اهدنا في من هديت، تخلي كفك لفوق، لان بتطلب تحصيل الهداية. فرفع الكف جهة السماء معناه التحصيل، وجعل الظهر جهة السماء معناه الدفع. كويس؟ فهنا بقى في صلاة الاستسقاء بيخلي يده ظهرها الى جهة السماء اللي هي قبلة الدعاء. السماء دي قبلة الدعاء زي ما احنا متفقين. ليه؟ لانه يريد دفع البلاء اللي هم فيه، والقحط اللي هم فيه، والمجاعة اللي هم فيها. فإيه؟ يعمل ظهر إيده. ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء. ولو عند ألفاظ التحصيل في الاستسقاء يغلب الحال على المقال، حاله إرادة الدفع. فلو طلب حتى التحصيل اللهم ارزقنا، يخلي برضو إيده ظهرها للسماء، لأنه يغلب الحال على المقال في الاستسقاء. كويس؟ ولو عند ألفاظ التحصيل على المعتمد كما قاله الحفني تبعا للحلبي والشبرمي الليثي، لأن القصد رفع البلاء خلافا لما قاله القليوبي وتبعه المحشي اللي هو البرماوي من أنه يجعل بطونهما إلى السماء عند ألفاظ التحصيل وظهورهما عند ألفاظ الدفع كما في سائر الأدعية ولو في غير الصلاة. وقد عرفت أن محل هذا التفضيل اللي هو يجعل ظهر إيده على طول يعني، إذا لم يكن القصد رفع البلاء، وإلا رفع الظهور مطلقا نظرا للقصد دون اللفظ. يبقى إيه؟ بننظر للقصد دون اللفظ في صلاة الاستسقاء. والحكمة في ذلك أن القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه، بخلاف القاصد حصول شيء فإنه يحصله ببطونهما. قوله فحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء. الخطيب بقى هيقعد يدعي، يدعي ويتعب شوية، يقوم يدعي في سره شوية، يوم ما يدعي في سره شوية الناس تدعي في سره، وبعدين لما يجهر يقولوا آمين، ولما يسكت ويدعي في سره
يدعوا هم في سرهم وهكذا، لانه ايه المطلوب ان هم هيقعدوا يدعوا بقى دعاء على مذهب الشيخ محمد جبريل في الدعاء، يقعد ساعة ونص ساعتين يدعي لحد ما الناس تعيط من الوقفة، واخد بالك؟ ما يجراش حاجة، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه يكثر هنا، ده مطلوب الاكثار من الدعاء في المواقف اللي زي دي. فحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء، أي ففي الوقت الذي يسر الخطيب فيه بالدعاء يسر القوم به أيضا. وقوله حيث جهر أمنوا على دعائي، أي في وفي الوقت الذي يجهر فيه بالدعاء يؤمنون عليه. قوله ويكثر الخطيب من الاستغفار، يخلي في وسط دعائه كتير استغفار، أي لأنه سبب في كثرة الرزق، كما تدل عليه الآية التي ذكرها الشارح وفي بعض النسخ وتقدمت صيغته، أي في قوله أستغفر الله العظيم. قوله ويقرأ قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي حثا لهم على الاستغفار لمناسبته للحال، إنه كان غفارا أي ولم يزل. كان هنا مش معناه كان زمان، ما احنا قايلين إن إيه إن الزمن إذا ارتبط بالله فقد معناه الزماني، والمكان إذا ارتبط بالله فقد معناه المكاني. سهلة دي قاعدة كده. فيقول كان الله غفورا رحيما أو كان غفارا، يعني كان ولا يزال، مع إن كان فعل ماضي، بس ده ماضي لما يكون بتوصف مخلوق، لأن المخلوق محصور في الزمان في دائرة الزمان، كويس؟ لكن لما تكون متعلقة بالله يبقى معناها متحقق ومستمر، تبقى تفقد معناها الزماني، يقول لك كان وما زال. زي ما نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في هنا ظرفية تقتضي الظرف، وبنتكلم على الله، واخد بالك ازاي؟ يبقى لابد اننا نفرغها من معناها المكاني على طول كده قعد، زي ما فرغنا كان من معناها الزماني نفرغ فيه من معناها الظرفي. سهلة؟ يعني وهو الذي في السماء إله يعبد، وهو الذي في الأرض إله يعبد، ويبقى في هنا فقدت معناها المكاني. سهلة، أهل السنة طول عمرهم يفهموا الكلام ده، سهل الحكاية. وعلى شكرا بيقول لك إنه كان غفارا أي ولم يزل كذلك، لأن كان المسندة إلى الله تعالى المقصود منها الاستمرار بخلاف المسندة إلى غيره، وغير الله مخلوق، يبقى إيه والمخلوق محصور في الزمان والمكان، يبقى لا بأس إنها إيه تصف المخلوق بما يستحقه وتصف الخالق بما يستحقه. فالله لا يتقيد ولا يحد، الله فوق كل حد، لأن لو كان محدود لكان مقهور، مش كده برضه؟ وهو القاهر. بخلاف المسندة إلى غيره فإن المقصود منها المضي، كما أفاده الثعلبي في تفسير قوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا. قول يرسل السماء، إنه كان غفارا يرسل السماء أي السحاب. قول مدرارا، عليكم مدرارا أي كثيرا كثير الدر متواليا. وقوله الآية أي اقرأ بقية الآية، وهي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قوله وفي بعض نسخ المتن زيادة، وهي مناسبة للمقام لما فيها من الدعاء المناسب للحال، ويدعو أي في الخطبة الأولى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه الذي دعا به في خطبته، كما أسنده إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر وغيره. قول اللهم أي يا الله، اللهم يعني يا الله، يا النداء هنا حذفناها وحطينا بدلها الميم مكانها، فحذفت يا النداء، احنا حقنا نسميها يا الدعاء في الحالة دي، بنسميها يا الله يا الدعاء، وهي يعني يا نداء برضو بس ايه تأدبا نسميها يا الدعاء يعني. وعوض عنها بالميم فصار اللهم سقيا رحمة، أي اسقنا سقيا يترتب عليها الرحمة، وهي وصول الخير لنا ولما يتعلق بنا من الدواب وغيره. قول لا ولا سقيا عذاب، أي ولا تسقنا سقيا يترتب عليها العذاب، وهو وصول الشر لنا أو لما يتعلق بنا من الدواب أو غيرها. ولا سقيا عذاب ولا محق، أي إهلاك وإذهاب بركة. قول ولا بلاء بفتح الباء وبالمد، أي اختبار أو تعب ومشقة. قول ولا هدم بسكون الدال، أي وقوع الأبنية، بخلاف الهدم بفتح الهدم
بفتحها فإنه الأبنية المنهدمة. يبقى الهدم هو البناء المنهدم نفسه، إنما الهدم اللي هو وقوع الهدم نفسه اللي هو التحطيم الأبنية. ولا غرق أي هلاك بالماء، اللهم على الضراب أي يجعل المطر نازلا على الضراب بالضاء المشالة أي التلال الصغيرة، وهي جمع ضارب بفتح الضاء وكسر الراء، وفي بعض النسخ والآكام وهي بالمد، جمع أكم بضمتين، جمع إكام بوزن كتاب، جمع أكم بفتحتين، جمع أكمة وهي التل المرتفع الذي لا يبلغ أن يكون جبلا. فالآكام على هذا بمعنى التلال الصغيرة، فيكون مرادا مرادفا للضراب. وقيل معناه مطلق التلال فيكون أعم منها. اللهم على الضراب ومنابت الشجر أي مواضع نبات الشجر. وقول وبطون الأودية أي ما يسيل فيه الماء من الحفر. قول اللهم حوالينا أي أنزل المطر حوالينا أي في الجهات التي تحيط بنا، وحوالي جمع حول وإن كان ظاهره التثنية. وقول ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا أي لا ولا تنزله علينا، أو لئلا يكون علينا فتكون الواو للتعليل. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. كلام جميل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس أو أعلم الناس بلغة العرب، وهو أفصح الخلق، أفصح الخلق، وخير من خاطب ربه وخير من دعا ربه، حتى أن الله سبحانه وتعالى يخصه لأنه هو الذي يثني عليه يوم القيامة حيث يجتمع جميع الأنبياء، هو الوحيد اللي يثني على الله بثناء لا يعلمه النبي في حال بلاغنا، يعلمه الله إياه في لحظتها. فربنا سبحانه وتعالى يقول له اشفع تشفع وسل تعطى صلى الله عليه وسلم. غيثا أي مطرا، يقال غاث الغيث الأرض أي أصابها، وغاث الله البلاد يغيثها غيثا أي أنزل بها الغيث. وقيل مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال أغاثه إذا أنقذه من الشدة. يا مغيث، الله غيثا مغيثا، النبي نسب الإغاثة لغير الله، إذا شرك دي، شرك دي ولا إيه الحكاية دي؟ عشان تعرف إن الوهابية عندهم شوية حنشصة في فهم اللغة. أو النبي نسب الإغاثة لغير الله في المطر، فدل على أن النسبة مجازية، فيجوز نسبة مثل هذه الأشياء على سبيل المجاز لا على الحقيقة، ولا بأس. فالنبي يعني استعملها، فلما تيجي تقول مثلا أنا رحت لفلان فشفاني، ما تقولوش إيه يا مجرم الشافي هو الله أنت كده كفرت، لا أبدا، يعني عالجني فشفيت، تفهم منها كده على طول، واخد بالك، على طول كده. يبقى الحكاية سهلة، لغة العرب واسعة والمجاز واسع، والنبي استعمله حتى في دعائه. الغيثا مغيثا، يا مغيث أغيثنا، ده ربنا الله، يبقى نسب الإغاثة للغيث أهو، استعمال النبي أهو، ردا على إيه؟ على من يحنشص في لغة العرب حتى يكفر الناس بمحض كلامهم وهم لا يقصدون الكفر. فتاخد بالك من الحاجات دي. وربنا نسب الرزق لغيره في نص القرآن، قال إيه؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمسكين إيه؟ فارزقوهم منه، فارزقوهم. الله، يبقى الورثة يرزقوا اللي حاضرين، يعني يدوهم شوية حاجة كده، طالما مش إيه؟ مش هيورثوا يقوموا برضو يدوهم حاجة. ابن عمك حاضر وانت ورثت ملايين من ابوك، وابن عمك مش من الورثة، اديله 20,000 30,000 كده برضو هيصل، يعني الحكاية بسيطة، مش اشكال، ما انت ورثت ملايين على قلبك قد كده. ادي معنى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. فهمتني ازاي؟ ايوه، في حد كان عايز يسأل. زي نسبة الوفاء الى ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت، وربنا قال والله يتوفى الانفس حين موته، يعني نسب الوفاء لنفسه دار تارة ولملك الموت تارة أخرى، يا جائز ما فيهاش حاجة. وزي برضه لأهب لك غلاما زكي، سيدنا جبريل قال لأهب، والوهاب هو الله، وعشان كده قراءة نافع ليهب لك، قراءة نافع المدن ليهب لك، يبقى قراءة نافع المدني على الحقيقة، وقراءة الكوفيين لأهب على المجاز، فجاء القرآن بالحقيقة والمجاز، ما فيهاش لا بأس، يعني كتير الرد كتير عليهم،
علشان بس ايه ما نفرقش الناس والامه، تيجي تقول والنبي يقول لك كفار، تقول اشهد ان لا محمد رسول الله. بقى اذا كنت انا اصلا ما ببقاش مؤمن الا بالنبي، فازاي ما اقول والنبي ابقى كفرت؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك، عشان كان الصحابه كانوا حديثي عهد بجاهليه، فاحيانا يقول واللاتي والعزى في وسط كلامه كده، زلفت لسان، فقال لهم كده بس. لما الناس نسيت اللات والعزى وخلاص يقول لك والنبي، خلاص يبقى بقى مجرد مخالفه بس، مخالفه مخالفه لامر النبي. من كان منكم حلفا فليحلف بالله او ليصمت. وان كان الامام احمد بن حنبل في احد قوليه قال ان من حلف بالنبي انعقد لانه شق الشهاده، واخد بالك؟ يبقى الحكايه ما حدش يعني الخلاصه، حتى الشافعي قالوا يكره، لكن ما حدش قال انها شرك الا الوهابيه جعلوها شرك، ما حدش قالها ابدا. الامام الشافعي قال يكره لمخالفتها للحديث، لان النبي قال من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت، لكن ما حدش قال شرك، ولا حد قال حرام حتى، ولا حتى حد قال حرام لما حد يقول والنبي. لكن شفت بقى هم قاعدين بيعلموا الناس تعاليم يخلي الأمة كلها متفرقة ومتشتتة، ونخش في مواضيع مختلفة. يجي عايز يخش معاك في موضوع يقول لك والنبي مش عارف تسمعني شوية، تروح عامل له موشح، ينسى يقول لك الموضوع اللي كان جاي. صح ولا لا؟ تحصل ولا لا؟ وبعدين يمشي، وبعد ما يمشي يروح يا ده أنا كنت عايز أخد رأيه في موضوع، دخلته في قضية تانية هي مش في باله، شرك ومش شرك، هو راجل مسلم بيحب النبي وبيحب المسلمين، مش في باله الحاجات دي خالص. فهو شوف النبي بيقول ايه؟ غيثا مغيثا، مع ان مغيث دي لا يفعلها الا الله، يبقى ايه؟ يعني دليل ان الله يتجلى فيه بالغيث، لان ما هي الاكوان ما هي الا اثر افعال الاسماء والصفات بس، فيبقى هي فعل الله، هي فعل الله مباشرة. يبقى إذا غاثك بالغيث يبقى المغيث هو الله، تجلى عليك ومد يده بالغوث في سورة المطر بس، حكاية سهلة. ما عندناش احنا الإشكال الكبير بتاع الجماعة إياهم دول. ولما تيجي تقول للمؤمن فارج الكرب، الله فرج كرب ربنا، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة، فيجوز تقول على المؤمن يا فارج الكرب. فإذا كان يجوز على المؤمن العادي تقول عليه يا فارج الكرب، يبقى من باب أولى يبقى النبي يا فارج الكرب العظام، الراجل في التواشيح يقول كده يا فارج الكرب العظام، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مرة كنت بسمع دي وواحد وهابي قاعد جنبي قال لي اقفل الشرك ده، وكان في الراديو، رحت قفلت الشرك ده طبعا بسرعة عشان ما يزعلش، بقى أعمل له إيه؟ أقعد أحكي له إيه ولا إيه ولا أقول له إيه؟ قفلت الراديو واسكت، لأن هتبتدي معاه إزاي وتخلصه من الأزمة دي؟ اسكت. لكن من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة، ما فيهاش حاجة. مين اللي بيدبر الأمر؟ ربنا. طب ما قال على الملائكة والمدبرات أمر، الله مش قال والمدبرات أمر؟ طب نسب التدبير للملائكة، مع أن ربنا يدبر الأمر يفصل الآيات، يبقى جائز، لأن الملائكة خلق الله يدبرون الأمر بأمره، فيبقى المدبر هو الله، ولكن ظهر في الصورة الملك هو اللي بيدبر. كويس؟ يبقى الله ظهر في المظاهر، ظهر في المظاهر، فهو الظاهر في المظاهر، فالمظاهر الأكوان والظاهر هو الله. سهلة الحكاية لكن صعبة عندهم، فربنا يعلمنا ويعلمهم. غيثا أي أنزل بها الغيث، وقيل مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال أغثوا إذا أنقذه من الشدة، وقوله هنيئا بالمد والهمزة أي سهلا طيبا لا ينغص شيء، بحيث لا يشرق به شاربه، يشرق يعني يشرق يعني يدخل في مكان نفسه. وقوله مريئا بالمد والهمز ايضا فهو بوزن هنيئا سهل البلع، منها المريء اللي هو الايه، مريئا يبقى سهل البلع، وهضيما سهل الهضم، واخد بالك؟ يبقى هضيما سهل الهضم، مريئا سهل البلع، اي محمود العاقبه حقه يسميها، يقول عليها سهل البلع احلى، ما يجلاش لا باس اكتبها في الهامش سهل البلع، زي هضيما سهل الهضم، اي محمود العاقبه بحيث لا يترتب عليه مغص في الباطن لشاربه. وقوله مريعا بفتح الميم وكسر الراء اي ذريع وخصب، ويصح قراءته مرتعا بضم الميم وسكون الراء وكسر المثنى الفوقيه أي محصلا الرتع، يقال رتعت المشية أي أكلت ما شاءت، ومربعا بالباء الموحدة أي محصلا الربيع،
يقال أربع البعير إذا أكل الربيع. قول سحا بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين أي شديد الوقوع على الأرض ليغوص فيها، يقال سح الماء يسح سحا إذا وقع بشدة من فوق إلى أسفل، ويقال ساح يسيح إذا سال على وجه الأرض. وفي لغة المصريين لما يلاقي واحد قاعد يعيط كتير ودموعه نازلة يقول أنت بتسح ليه؟ مش كده برضو؟ دي اللغة العامية عند المصريين، فهي لغة برضو فصيحة يعني، لغة فصيحة. وقول عاما أي شاملا للأرض كلها. شوف عاما جميلة ازاي، يعني حتى اللي حوالينا، حتى الكفار اللي حوالينا يشربوا، كل الناس يا رب. يعني سهلة، ربنا كريم. أي شاملا للأرض كلها فلا يخلو منه موضع. وقول غدقا بفتح الغين والدال أي عذبا، وقيل كثير الماء والخير، وقيل كبير القطر. وقول طبقا أي يطبق على جميع الأرض فيصير عليك الطبق لا. وقول مجللا أي يكسو الأرض حتى يصير عليك جل الفرس. وقول دائما إلى يوم الدين أي مستمرا في وقت الحاجة إلى يوم الجزاء الذي هو يوم القيامة. وإنما قلنا في وقت الحاجة لأنه لو كان المراد الدوام الحقيقي لم يصح، لأنه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ونحو. اللهم اسقنا الغيث، إنما قاله مع تقدمه توكيدا. وقول ولا تجعلنا من القانطين أي الآيسين من رحمة الله بسبب تأخير الغيث والقنوط من الكبائر. واليأس من رحمة الله يعني من الكبائر. اللهم إن بالعباد، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم إن بالعباد أي ما عدا الملائكة، وإن كان لفظ العباد يشملهم بقرينة قول والبلاد فإنه من عطف المحل على الحال. يعني لما يقول العباد مطلقة كده يدخل الملائكة، لكن لما يقول والبلاد خرج الملائكة، لأن الملائكة محلهم إيه؟ السماء، ولا يحتاجوا الأكل ولا الشرب فهم مش محتاجين. وإن كان لفظ العباد يشملهم بقرينة قول والبلاد فإنه من عطف المحل على الحال، فيكون فيه احتراز عن نحو أهل السماء. ولا يخفى أن قول بالعباد والبلاد خبر إن مقدم، وقول ما لا نشكو إلا إليك اسمها مؤخر، وقول من الجهد بيان لما مقدم عليه. والجهد بفتح الجيم قيل وضمها، الجهد والجهد وضمها المشقة. وقول والجوع أي خلو المعدة من الغذاء، والضنك أي الضيق، وفي بعض النسخ واللأواء بفتح اللام المشددة وسكون الهمز والواو الممدودة الجوع. وقول ما لا نشكو بالنون أي نحن، أو بالياء التحتية ما لا يشكو أي العبد. وقول إلا إليك لأنه لا يزيل شكواها إلا أنت. اللهم أنبت لنا الزرع أي أخرج لنا الزرع من الأرض بسبب المطر. وقول وأدر لنا الضرع أي أكثر لنا ضره، وهو اللبن، والضرع محل اللبن من البهيمة. ومما جرب، هيجيب لك برضو حتة لطيفة كده، ومما جرب لإدرار اللبن، عايز تزود اللبن تعمل ايه؟ وصفة بلدي كده هيجيبها لك اعشاب. ومما جرب لإدرار اللبن كما قاله المحشي أن يؤخذ الشمر الأخضر ويدق ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره من العسل النحت ويسقى لمن قل لبنها من آدمي وغيره 3 أيام فطورا على الريق فإنه يكثر لبنها. وصفة للإيه؟ للي بتردع. يلا يا عم. وأنزل علينا بركات من بركات السماء أي خيراتها. وأنزل علينا من بركات السماء أي خيراتها، والمراد بها المطر. وقول وأنبت لنا من بركات الأرض أي خيراتها، والمراد بها النبات والثمار، وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره. يعني كأن المطر كالمني والأرض كالرحم، واخد بالك، فينبت منها إيه؟ الزرع، فيبقى ده كأنه الأولاد، بيشبهوها كده يعني. قول واكشف في الحديث قبل ذلك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري. وقول من البلاء أي الحالة الشاقة، وهو بيان مقدم لقول ما لا يكشفه غيره. اللهم إنا نستغفرك أي نطلب منك المغفرة، إنك إلى آخر تعليل لما قبل. وقوله إنك كنت غفارا أي ولم تزل كذلك كما تقدم. وقول فأرسل السماء أي السحاب مدرارا أي كثيرا متواليا كما مر. ويغتسل يعمل إيه بعد كده؟ لو نزل المطر
يغتسل، أي بنية الغسل إن صادف وقت الغسل مطلوب، ويتوضأ أيضا بنية الوضوء إن صادف وقت الوضوء مطلوب، وإلا فلا يشترط فيهما نية كما بحثه شيخ الإسلام. ده هو هيغتسل أو يتوضأ تبركا بالمية اللي نازلة من إيه، ببركة الدعاء، فيغتسل ويتوضأ ويبل نفسه كده منها تبركا كما بحثه شيخ الإسلام. مين شيخ الإسلام؟ زكريا الأنصاري، لحسن تفتكر ابن تيمية، لأن في ناس متصورة شيخ الإسلام ابن تيمية بس، لا، شيوخ الإسلام كتير كتير قوي، في كل مذهب ليه شيخ إسلام كويس. فشيخ الإسلام في كتب متأخر الشافعية المقصود به سيدنا زكريا الأنصاري كما بحثه شيخ الإسلام تبعا للأزرعي، لأن الحكمة فيه أن يناله ماء المطر وبركته كما قالوا. هل ده بيتبرك بالمية؟ بيتبرك بالمية، هو البركة من الله، ده شرك ده ولا ايه ده ولا ايه الحكاية دي؟ حاجة غريبة أوي، حاجة غريبة الحكاية دي. طيب، وأنزلنا من السماء ايه؟ ماء مباركة، ربنا سماه ماء مباركة مش كده برضو؟ ولا مبارك ورانا ورانا؟ ربنا يبارك لنا فيما رزقنا. يبقى يجوز التبرك ايه؟ بمخلوقات الله، لان المية دي مش مخلوقات الله، يبقى يجوز التبرك بمخلوقات الله. طب والنبي؟ ده اعلى مخلوقات الله، ده اشرف مخلوقات الله، من باب اولى. وجميع الانبياء؟ طب والصالحين والراس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الحكايه سهله. وربنا بيقول على سيدنا عيسى ابن مريم: واجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه. جعلني مباركا اينما كنت، حيثما حل سيدنا عيسى مبارك، يبقى حيثما حل نبينا من باب اولى مبارك، يبقى قبره الشريف بركه كبيره، الدعاء عنده فيه بركه كبيره، لان حل فيه الجسد المطهر المكرم المشرف، واخد بالك؟ يبقى ما تقف عند قبر النبي، ده مكان مبارك، لان اذا كان سيدنا عيسى مبارك حيثما كان، يبقى نبينا من باب اولى. وده من اكبر الايه، الايات التي تدل على الحث على الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مكان مبارك. لا بأس، ما فيهاش حاجه، تروح هناك تزور يقول لك ادي ظهرك للنبي، ادي ظهر ده جاي للنبي، ادي ظهر للنبي ليه؟ وانا هصلي؟ تيجي تدعي يقول لك ادي ظهرك. طب يا سيدي، ما انا بدي وشي للقبله لما بصلي. لكن معلش، ربنا يهديه. يبقى ويغتسل، وعلشان كده يقول لك تبركا، لأن الحكمة في أن يناله ماء المطر وبركته كما قالوه في حكمة كشف البدن، ليناله المطر وبركته، فإنه يسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف ما عدا عورته ليصيب منه شيء، والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء، فإن لم يجمع في الغسل فالوضوء، يعني الغسل الأول فالوضوء. ويسن أن يدعو عند المطر بما شاء، لما ورد أن الدعاء مستجاب في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة. خد بالك الحاجات دي مهمة، الدعاء مستجاب عندها يقينا، مجربة والله. عند نزول الغيث المطر، وعند إقامة الصلاة، الحمد لله الصلاة بتقام خمس مرات في اليوم، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة، وعند التقاء الصفوف في الجهاد في سبيل الله. وقد ورد: من لم يسأل الله يغضب عليه، بخلاف ابن آدم فإنه يغضب عند سؤاله. وأنشد بعضهم: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل، وبني آدم حين يسأل يغضب. تمام. ويسن أن يقول: لأن أصله فأران، ابن آدم ده يملك حاجة، فأران بتسأله حاجة ولا يملكها، لازم يغضب طبعا. لكن ربنا الغني الكريم الحميد اللطيف. ويسن أن يقول: أثر المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء أي الكواكب، وإنما كره لإهامه أن النوء هو فاعل المطر حقيقة، فإن اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله، اللي هو الحديث في مسلم: أصبح منا مؤمن وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو إيه؟ مؤمن. قول في الوادي أي الحفيرة، وقيل الماء، والأول هو المشهور، وعليه فقول إذا سال معناه سال ماؤه، فهو على تقدير مضاف بخلافه على الثاني، ومثل سيلان الوادي زيادة النيل في أيام زيادته، برضو يغتسل منه بس يحاول إيه
ما يجلوش بالهرسي، ادي ظهرك للترعه احوط. قوله ويسبح للرعد والبرق، اي بان يقول لما ممكن اصل ايه المطر يزيد قوي تبقى برق وزعل وصداع بسبب الدعاء بقى، ما هو البهايم بتصوت والناس بتدعي والدنيا مقلوبه، ربك سبحانه وتعالى بقى يدي يقوم يحصل رعد وبرق وممكن يحصل حاجه زي، فيبتدي يسبح بقى لما يسمع صوت الرعد يسبح. اي بان يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. وعلى فكره صلاه الاستسقاء خاصه بامه النبي بس، يعني لم تشرع في الامم السابقه ابدا، دي حاجه خاصه بينا بس الحمد لله. اي بان يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، وعند رؤيه البرق سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، ويسن الا يطبع البرق بصره لانه يضعفه، كما ورد ونقل الشافعي في الأمة عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته التي يسوق بها السحاب، وعلى هذا فالمسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه، وإطلاق الرعد على الصوت المسموع مجاز. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقها والبرق ضحكها، أي لمعان النور من فيها عند ضحكها، وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد. وقال السيوطي في الإتقان أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم قال بلغنا أن الرعد ملك له أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد، فإذا مصغ بذنبه فذلك البرق، والله أعلم بحقيقة الأشياء. ونقف على فصل في كيفية صلاة الخوف. طبعا كل اللي بيقولوا لك في الآخر دي طرائف لا يعني لا يجب الاعتقاد فيها ولا تكذبها، يعني طرائف حاجات جميله ما يجراش حاجه، لكن تستفيد منها انك اما تسمع الرعد تسبح واما تشوف البرق تسبح وخلاص. ونقف على كيفيه صلاه الخوف ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. وناسف للاطاله بس قلنا نخلص موضوع صلاه الاستسقاء في قعده كده حتى ننتهي منه. اللهم علمنا وفقنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم